تبرز عروق اليدين عند بعض الأشخاص مكونة خطوطاً بارزة زرقاء على الأغلب، وتظهر واضحة على ظهر اليدين والذراعين، وفي بعض الأحيان يكون أمراً طبيعياً، لكن في أحيان أخرى يكون انتفاخ أو بروز عروق اليد دليلاً على وجود اضطرابات في الجسم، خاصة إذا رافق هذا الانتفاخ إحساس بالألم. غالباً ما يصاحب بروز العروق الشعور بالألم، وقد يكون الألم على فترات متباعدة وعند بذل مجهود غير عادي، وقد يكون على فترات متقاربة أو يكون مستمراً. ومن أسباب بروز عروق اليد ما يأتي: قلة الدهون الموجودة أسفل الجلد، نقص الوزن الحاد، والذي يعد من أبرز توابعه ظهور تلك العروق من الجلد، وقد يرتبط هذا الأمر بسوء التغذية، ممارسة الرياضات العنيفة أو الشاقة، إصابة اليد بإجهاد العضلات والذي ينتج عن الاستخدام المستمر ولفترات طويلة لها دون راحة، الإصابة بمرض الدوالي والذي من أهم أعراضه بروز الشرايين والعروق بصورة ملحوظة، تعرض الجسم عموماً والأيدي خصوصاً لدرجات حرارة عالية الارتفاع، مما يدفع الجسم لتزويد العروق الظاهرة بالمزيد من الدم في محاولة لتبريدها. كما وضحنا، توجد أسباب كثيرة لحدوث آلام عروق اليد، بعضها مرضي وعنيف ويسبب توابع أخرى، وبعضها يمكن أن يتحسن ببعض العادات الصحية أو العلاجات المنزلية والطبيعية. ولكن بوجه عام هناك 3 حالات تستدعي اللجوء إلى الطبيب ولا يفلح معها الاجتهاد الشخصي. أولاً، في حال أن يكون ألم اليد مصحوب بألم الذراع أو الحمى. ثانياً، إذا نتج الألم عن كسر أو التعرض لإصابة قوية. ثالثاً، إذا زاد الألم بالتدريج ولم يتحسن العلاج بالطرق الطبيعية والمسكنات. النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً جداً في المحافظة على صحة الجسم وتحسين صحة جهاز الدوران والأوردة الدموية، إذ يوجد العديد من الأغذية التي لها دور فعال في تحسين صحة الأوردة عن طريق تقوية ودعامة جدرانها للحماية من التوسع، كما تساعد على تخفيف الآلام والانتفاخ الناتج عنه. ومن الأغذية التي ينصح بتناولها ما يأتي: البروكلي، الفلفل، السبانخ، البصل الأحمر، الحمضيات كالليمون والبرتقال والجريب فروت.